في تجربة جديدة، حبينا نخرج من استوديو بتاعنا ونكونوا في استوديو آخر باش نزوروا مدرسة من المدارس اللي هما كانوا في إعادة التهيئة في برنامج شيل فيول سيف، نوفروا قطرة باش نبنيوا غدوة. وعلى ذلك قبل ما نبدأ نقدم في الكرونيكار ونقولكم على السلامة واللي استنسنا بيه، نحب نحييو اللي احنا في قسم في المدرسة الابتدائية بمغراوة. تحية للمدرسة.